صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الآيات في الصلاة. يسمعون نفس الآيات من عربي آخر بلهجة أخرى بطريقة أخرى، فبدأ هذا يخطئ هذا وهذا يخطئ هذا، حتى وصلوا إلى مرحلة أن بعض المسلمين بدأوا يكفرون البعض الآخر. لماذا؟ لأنهم يروا أنهم يحدثون في القرآن عدلا، والذي يحدث في القرآن عدلا كافر. فوصلوا إلى هذه المرحلة. هنا جاء حديث رضي الله عنه وأخبر عثمان بما يحصل من فتنة بين المسلمين. عثمان رضي الله عنه جمع كبار الصحابة واستشارهم ماذا أفعل، فأجمع كبار الصحابة على قريب مع المسلمين على حرف واحد، أي على لهجة واحدة وهي لهجة قريش. وفعلا أمر عثمان رضي الله عنه فجمعت الآيات في كتاب واحد. الجمع الأول كان في صحابة، الجمع الثاني في كتاب واحد، ونسخ هذا الكتاب إلى أربعة نسخ، ونشر هذه النسخ إلى الكوفة والبصرة والشام وأبقى مصحف في اليمين. هذا باختصار الفرق بين الجمع الأول والجمع الثاني. أمامنا الآن مصحف ينسب إلى عثمان رضي الله عنه، لكن طبعاً نسخة مصورة ليست نسخة أصلية. النسخة الأصلية منها في تركيا في إسطنبول في متحف هناك. لكن هل يجوز أن يكتب القرآن بغير العربية؟ لا يجوز. يجوز لا يجوز. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. عربية بلسان عربي ممكن. لا يجوز العربية. لكن يمكن أن يكتب تفسير القرآن أو ترجمة معاني كلمات القرآن بلغة أخرى، أما نص الآيات فقط باللغة العربية. إذا المصحف المنسوب إلى عثمان بن أبي العربي وأنتم العرب، فمن يستطيع أن يقرأ؟ حاول القرآن. هل القراءة ممكنة؟ لا، القراءة ممكنة لكنها صعبة جدا. لماذا هي صعبة؟ لسببين. أولا الآيات هنا مكتوبة بخط يستخدم الآن وهو الخط الكوفي القديم. أيضا مصحف عثمان أو المنسوب إلى عثمان غير منقط ولا مشكل، لهذا القراءة فيه صعبة جدا. لكن هناك نقاط حمراء صغيرة، أليس كذلك؟ ما هي هذه النقاط؟ هذه النقاط لم تكن موجودة على مصحف عثمان، أضيفت فيما بعد على مصحف عثمان، نتكلم عنها بشكل أدب هنا. لكن يا حبذا يا حبذا لو يكون الرجال من طرف النساء طرف، الرجال ممكن تكون من هذا الطرف، نجعل جهة أخرى للنساء. نعم هذا جمل من هنا، النساء من هذا الطرف، النساء من هنا. طيب الآيات من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، كانت تكتب الآيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في جمع أبو بكر الصديق في مصحف عثمان أيضا كما في أعلى سطر، أحرف دون أي نقاط ودون أي تشكيل هكذا. ثم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء أبو الأسود الدؤلي وأضاف تلك النقاط الحمراء التي رأيناها الآن على مصحف عثمان، فأصبح مصحف عثمان كما في هذا السطر منقط أليس كذلك في أعلى سطر. لكن هل النقاط في أماكنها؟ لماذا وضعوا النقاط بهذه الطريقة؟ هذه النقاط تعرف بنقاط الإعراب، هي بمنزلة الفتحة والكسرة والضمة التي نعرفها الآن. إذا كانت النقطة في الأعلى كما في أعلى الواو هذه فتحة، إذا كانت في الأسفل كما في أسفل اللام هذه كسرة، وكانوا يميزون الضمة بأن توضع النقطة في الأعلى لكن بعد الحرف كما في أعلى القاف، النقطة ليست في الأعلى القاف بعد الحرف، هكذا كانت تميز الضمة فيما في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم بعدها بقرابة 20 سنة تقريبا في زمن عبد الملك بن مروان جاء الحجاج بن يوسف الثقفي وأضاف نقاط الإعجام. ما هي نقاط الإعجام؟ هي نفس نقاط الحروف المعروفة لدينا الآن، أسفل الباء نقطة وأعلى النون نقطة، أسفل الياء نقطتين وأعلى التاء نقطتين، فأصبحت الآيات تكتب كما في هذا الشكل. جمعت بين نقاط الإعراب الحمراء ونقاط الإعجام السوداء. لكن في هذه المرحلة المسلمين بدأوا يخلطوا بين نقاط الإعراب ونقاط الإعجام. هذه الألوان من أين تستخرج؟ الألوان غير اللون الأسود طبعاً، غالباً تستخرج من النباتات، ففي استخراجها مشقة. فكانت تكتب الآيات غالباً بلون واحد، ولكم أن تتخيلوا هذا السطر وهو بلون واحد. في الغالب يخلط القارئ بين نقاط الإعراب ونقاط الإعجام، وهذا ما حصل. فجاء الخليل بن أحمد الفراهيدي واستبدل هذه النقاط الحمراء بالتشكيل، فأصبحت الآيات تكتب إلى زماننا هذا كما في السطر الرابع.
الصورة واضحة إن شاء الله. جميل، هذه مراحل كتابة الآيات إلى زماننا هذا. الآن ننتقل من المصحف ننسب إلى عثمان رضي الله عنه إلى أكبر المصحف القديم في العالم. تفضل بارك. كتب قبل أكثر من 100 سنة، قبل 114 سنة. قبل 114 سنة كانت هناك أجهزة كمبيوتر؟ إذا كيف كتبت هذه المصاحف؟ جميعها مكتوبة بخط اليد. شوفوا جمال الخط، شوف روعة الزخارف، من يصدق أنها أمور يدوية؟ بعضها والله كأنها بالكمبيوتر، لكن هل المصاحف هذه أصلية؟ مصورة. هذه المصاحف الأصلية موجودة في القلب، هذه هي اللي كانت موجودة هنا، لكن هذه المصاحف نحن وضعنا هذه اللافتة الصغيرة هنا حتى نمنع التصوير بالفلاش، لأن الإضاءة تفسد المخطوطات، لكننا ما استطعنا أن نمنع التصوير بالفلاش، فوضعنا تلك اللافتة الكبيرة هناك حتى نمنع التصوير نهائياً. اسمه حافظ عثمان، هذا كتب بخط يده 106 مصاحف، هذا رقم 106 الموجود أمامنا، ولم يكتفي بهذا، فبدأ يكتب المصحف رقم 107 إلى أن وصل إلى سورة يوسف عليه السلام، إلى قوله تعالى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. توقف حافظ عثمان عند هذه الآية وذهب إلى المسجد حتى يصلي صلاة العشاء في رمضان، بعد أن أدى صلاة العشاء وهو يصلي التراويح، عندما ركع قبض الله روحه وهو راكع فسقط في صلاته. فأسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يجمعنا به. ننتقل إلى أكبر هذين السبتين، هو أكبر مصحف قديم في العالم، والعجيب أن كاتبه رجل من أفغانستان لا يفهم العربية، اسمه غلام الدين، تعلم العربية وأتقنها حتى استطاع أن يقرأ الآيات، ثم كتب أسفل كل سطر بلون مغاير ترجمة معاني كلمات القرآن باللغة الفارسية. طبعا المصاحف الأصلية أغلقت قرابة الشهر، لأنه سيضعون مصاحف مصورة، هذا المصحف سيزال ويضعون نسخة مصورة ويفتحونها مرة أخرى بإذن الله. بعد هذه المجهودات الكبيرة التي بذلها غلام الدين، كتب المصحف على أوراق مستخرجة من نبات الكتان، طول المصحف تقريبا 143 وعرضه 80 سنتي. بعد هذه المجهودات الكبيرة ماذا فعل؟ احتفظ بالمصحف. هل باع المصحف؟ بل أوقف هذا المصحف في المسجد النبوي، فحمل من أفغانستان على 4 جمال، كل جمل يحمل مسافة، إذا تعد الجمل يحمل المصحف على جمل ثاني وثالث ورابع حتى وصل المصحف إلى المسجد النبوي. يزن المصحف الموجود 154 كيلو. هذا ما يتعلق بهذا المصحف. ننتقل للطعام. كثير من التجار صدموا دين الله وقدموا لدين الله عز وجل الشيء الكثير. إحدى النساء رأت من يقدم الرجال خدمة لدين الله فبدأت تبحث عما تقدمه خدمة لهذا الدين. هذا مصحف أوقفته امرأة، أيضا هذا مصحف أوقفته امرأة. ثم إحدى النساء بدأت تبحث عما تقدمه خدمة لهذا الدين فدلها عقلها على هذا. ما هذا اللي أمامكم؟ هذه أبواب هنا تفتح وداخلها رفوف طوال داخلها مصحف. خزانة مصاحف، أهديت هذه الخزانة من مصر من الأميرة أمينة حرم الأمير توفيق باشا إلى المسجد النبوي، وفعلا كانت هذه الخزانة داخل المسجد النبوي، وليست خزانة عينية، فهي مصنوعة من الخشب، مطعمة بالعاج بنابل فيه، فيها الفضة وفيها الصدف، بهذه الزخارف الجميلة تعتبر هذه الخزانة تكتب من الطراز السادس، خصوصا من عمرها 110 سنوات، وإلى الآن وكأنها حديثة. تفضل بارك الله فيكم. وكيف صور السير على هذه الدنيا في 3 دقائق فقط؟ في قلب الصحراء العربية على رجل أردي من قريش أنزلت الرسالة الأخيرة من السماء إلى الأرض، فتغير معها مجرى التاريخ إلى يوم القيامة تغيرا شمل الزمان والمكان والإنسان. حول البيت العتيق نصب الشرك أصناما يتعبد إليها من دون الله، خرج الكفر أسوأ ما في النفس مثلية وأقبح، فكانت جاهلية استطاعت النفس والعبرة، حتى أطبق الظلام على الأرض. Thank you.
في أحضان الجبل أنزل وأذن لشمس القرآن بأن تشرق على العالمين لتمحو آثار الجاهلية الأولى وتستولي الدنيا بظل الإسلام. وقل جاء بالقرآن ارتفع بنيان الحضارة المقدمة وبه هدمت أمامهم وبه هدي الناس إلى الصراط المستقيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. طيب بارك الله فيكم يا حبا، هذا نهاية المقطع، نختم الجملة بالقاعدة. في قلب الصحراء العربية عالم الكلمات من الأنبياء مجمع الملكات. مجمع الملكات هذا المجمع أنشئ من عام 1405 للهجرة، يعني تقريبا قبل 34 سنة. يطبع المجمع في كل عام قرابة 10 مليون مصحف. طبع المجمع إلى الآن أكثر من 300 مليون مصحف. 95% من المطبوعات كانت توزع وتهدى للزوار وللحجاج، و 5% تباع بتكلفة أقل من تكلفة الطباعة. هذه أبرز إنجازات مجمع الملكات. تفسير القرآن بما يقارب 74 لغة مختلفة، طباعة المصحف بأحجام مختلفة بأجزاء مختلفة، أيضا تفسير القرآن صوتيا بلغات مختلفة. آخر ما نتكلم عنه مراحل كتابة الصفحة الواحدة في مجمع الملكات. الصفحة الواحدة بهذه الطريقة، أحرف أسماء من أي نطاق بدون أي تشديد. اللجنة الشيخ علي الحديدي إمام المسجد النبوي هنا، إن كانت الصفحة سليمة خالية من النقص والزيادة أو أي عيب يعود مرة أخرى للخطاط عثمان طه فيضيف النقاط فتصبح الصفحة لهذه الطريقة. ثم مرة أخرى تذهب الصفحة للعلماء المختصين، إن كانت سليمة يعود إلى الخطاط فيضيف التشكيل، وبهذه الطريقة تذهب الصفحة إلى العلماء المختصين للتدقيق والمتابعة، إن كانت سليمة تعود للمرة الرابعة إلى الخطاط فيضيف علامات الوقف، وطبعا هي علامات صلي وقلي وحرف الجيم، هي علامات اجتهادية ليست توقيفية. ثم مرة أخرى تذهب الصفحة للعلماء المختصين، إن كانت سليمة تعود إلى الخطاط للمرة الخامسة فيضيف الآيات وأرقامها. 5 مراحل حتى تكتب صفحة واحدة، ثم ينتقل الخطاط للصفحة التي تلي هذه الصفحة وتمر بنفس الـ5 مراحل. لهذا يستغرق الخطاط عثمان طه لكتابة المصحف الواحد إلى قرابة السنة ونصف. بعض المصاحف استغرق فيها قرابة الـ3 سنوات، لكن هي ما بين السنة إلى الـ3 سنوات. هذا ما يتعلق بجمع الملك فهد، وهذا أيضا ما يتعلق بمعبد القرآن. أنا هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع الودائع. قاعة الوداع فيها متجر جميع ما في المعرض من مواد علمية تجدونها بإذن الله في سي دي وفي كتيب. أيضا يا أحبة، بإمكانكم إيقاف من مصاحب المسجد النبوي أو المسجد الحرام عن طريق الإخوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيقاف مثلا تشري كتير تخليه هنا ما تقعد هنا مع أي واحد يقرأ كتير، أي واحد يقرأ كتير فهمني. الأجر ما كانت تبدأ في تونس، والأجر